علي بن فليس المترشح الحر للانتخابات الرئاسية نشط تجمعا جماهيريا له بولاية البليدة، وتحدث مع جمع من مؤيديه عن برنامجه وكذلك عن طموحاته نحو أو في سباقه نحو قصر المرادية. نستمع لبعض مما قال علي بن فليس المترشح الحر لرئاسيات 2014. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ننتظر باش تعطيوني الإذن باش نبدأ في الكلمة تاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأخوات الكرائم، الإخوة الكرماء، في مدينة الكرم وفي ولاية الكرم والكرائم البليدة العزيزة علي والتي أحببتها وأحبتني، تابعوا تابعوا، أنا نحب القاعات اللي يكون فيها السكوت التام. علاش؟ باش الخطاب والميساج يتفهموا مليح من طرف المستمعين ويعودوا هما يوصلوا هذا الميساج هذا، لأن المعركة هذه ماشيين ليها معركة انتخابية مصيرية بالنسبة للجزائر. إذن اسمعوا وانتبهوا. شكرا شكرا. وأنا في مدينة الزهور ومدينة وولاية أعطت للجزائر ما أعطت وما أعطته البليدة للجزائر من تاريخ عريق لولاية البليدة، هو جزء هام من تاريخ الجزائر. يكفيني 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 أن أسرد على مسامعكم بعض الأسماء وهي قلة من كثرة من الرجال والنساء أبطال وبطلات الشهداء. الإخوة براكني رحمة الله عليهم، الشهيد مصطفى شعلان، الشهيد مصطفى شاكر، القائمة نتاع الشهداء تطول وتطول، لكن للرمزية فقط ذكرت هذه الأسماء. ومن بين الرجال الصالحين الذين سجلوا تاريخ كذلك هذه الولاية في معركة الجهاد النوفمبري، رجل سجل اسمه وهو المرحوم محمد يزيد رحمة الله عليه، تغمد الله روحه الطيبة بواسع ألطافه وكان صديقا لي وكنت صديقا له رغم فارق السن. ولا أخفي عليكم أن علاقة جد طيبة كانت تربطني برجل آخر كان يحب الجزائر حبا جما وهو الشيخ محفوظ نحناع رحمة الله عليه.
وهناك رجالات كثر رابطتني بهم علاقة المودة والتحاب ينتسبون وينتمون إلى هذه الولاية قلت التي بتاريخها فرضت نفسها في سجل تاريخ الجزائر. البوليدة اسمحوا لي برك تتبعوا معي باش نفهموا بعضنا البعض. انتم تعرفوا باللي الجزائر لما استقلت وعلى الأصح لما انتزعت حريتها من الاستعمار الغاشم وقع ما وقع في سنة 62 وبسبب موقف مشرف للبوليديين وما كانت تنتمي إليه هذه الولاية بالنسبة للثورة التحريرية هي الولاية الرابعة التاريخية حصل ووقع ما وقع في 62 وأصبحت هذه الجهة مغضوب عليها ومهمشة في سير تاريخ الجزائر. أنا أعرف هذا. لذلك لا يكتب مستقبل الجزائر إلا إذا تم إقرار مصالحة حتى مع تاريخ الجزائر. تضميد الجراح اسمعوا ورد الاعتبار لمن وقع تهميشهم من الجهات وهذه الجهة همشت. إذن البوليدة تقدروا تسموها بوليدة المحقورة. وأنا ضد الحقرة ليتحقروا بها جهات وهي الحقرة الكبيرة وأنا ضد الحقرة كذلك الأشخاص اللي يتحقروا ما نقبلش الحقرة ولا يقبلوا الحقرة إلا الحقارين. اسمعوا نفرح كي نشوف السكوت هذا معناها أنا نسمعوا لبعضنا البعض. أنا كي نطلب ربي في الدعاء نقولوا يا ربي أعطيني القدرة قدرة الاستماع للآخرين لأني لا أزن شيئا كثيرا وبالاستماع للآخرين يتحلوا الطرق قدامي. وانتم قاعدين تسمعوا فيا هكذا وما تقاطعونيش نفرح لأنه كاين تبادل التواصل والاستماع لبعضنا البعض. دركا لو كونستا لازم نديروا معاينة لأوضاعنا. تبعوا برك بلا ما تقاطعوني باش نتفاهم. أنا تعرفوا باللي البارح في معسكر وفي عين تموشنت ونسيت حملوني المعسكرية وجماعة تموشنت بتحيتكم وبإيصال التحية إليكم. بديتها قلت الحملة الانتخابية تبدأ اليوم يعني بالأمس. كيفاش تكون حملة انتخابية تزيد في قيمة الجزائر وفي شرف الجزائر وفي عولة الجزائر؟ تكون بالاحترام المتبادل، تكون بالقدر. أنا ما تنتظروش مني باش نسب واحد على الإطلاق. علاش؟ ما نعرفش نسب، ما قريتش في المدرسة هذه خلاص، ما قريتش فيها خلاص. لو كان نديروا مسابقة نتاع الأذى والإساءة والشتائم والسباب جو سري لو ديرني دو لا كلاس. ما نعرفهاش على الإطلاق. هذه الأولى ما نعرفهاش، والثانية لو كان جا السب والشتم والأذى والشتائم يبني الأوطان لا اللي سبقونا ما عرفوش هذه يدخلوها في المدونة نتاع الأعمال الصالحة شافوها باللي ما يصالحها ما نحوها. وبالتالي
لا تسمعوا مني في هذا المقام وفي كل المقامات التي أخوض فيها المعركة الانتخابية قولا لا يصلح بمقام المستمعين. أنا أحترمكم وأحترم الشعب الجزائري العظيم إلى درجة أنني حفظت في القاموس اللغة العربية وفي لسان العرب وكذلك في اللاروس وفي الليتري وفي لونسي شفت لي كاليفيكاتيف كل حفظتهم وتعلمتهم. انت السب والشتم قلت ما يوصلونيش ما حفظتهم ما قراني بابا فيهم ما قريت ولادي فيهم. هذه باش نتفاهموا عليها مليح. الله لو كونستا المعاينة جبنا ان ويسي الويسي هذا هو الشعب الجزائري. انتوما جزء من الشعب الجزائري. اسمعوا برك قلنا له يا ويسي يا محضر قضائي اللي انت الشعب قيمنا الجزائر تاع اليوم اعطينا لمحة عليها صورة عليها من فوتوغرافي وش هي وضع الجزائر اليوم باش نشوفوا اذا كان مليحة. بارك الله فيكم راكم عدلتوها احنا نروحوا نطفيوا الشمع ونريحوا ترانكيل نخليهم يكملوا الخير اذا ماشي مليحة واش هو الحل. سمعوا برك ما تقطعونيش هيا منين نبداو من الصحة. نهزوا واحد مريض قدر واحد واش حوال الصحة المريض موش راضي على التمريض نتاعنا على العلاج نتاعنا على المستشفيات نتاعنا. المريض يشتكي تكلمش تاع السرطان راهم مطيشين يستناو سنوات لا شيميو ولا راديوثيرابي وتعرفوا هذا المرض هذا ما يسمحش وما يكرديش وما يستناش يا تزرب المطافي نتاع الادويه والعلاج والله الله اكبر. ملا راهم مسجدين في القوائم نتاع الانتظار بالقوافل واش هي الدوله تجاوب اليوم رانا نبني ورانا نوجدوا في العام الفلاني راح يكون في العام الفلاني راح يكون ما قدرناش نديروا في 15 زيدوا لنا 5 ما نقدرش في 20 ما كفاو زيدوا لنا 5 المهم معليش دونك الصحه المريض ماهوش راضي. الطب سيدي هاي الطب علماء روحوا للطب نتاع مصطفى باشا والله هنا نتاع المستشفى نتاع هنا الكبير اللي راهو هنا سقسيهم قال واش قال الاستاتيو نتاعنا ماناش راضيين به ماناش قابلين والشهريه نتاعنا ماناش راضيين بها والاعمال نتاعنا ما نقدروش نطبقوها فيه تداخل في الصلاحيات فيه عدم تواجد المسرحه نتاع التمرير في كل مكان وهلو مجرن. المهم الطب ما مش راضيين هو اللي منزيد نروحوا قال نروحوا للفرمليه ليز انفيرميير لو باراميديكال ديوم الشبه الطبي. واش قلتوا يا الفرمليات ويا الفرمليه احنا السنديكا نتاعنا ايضا اللي تخبط الوزاره ما تجاوبش ما عندناش الفيزا في ما عندناش معهم نهضروا واش حوالكم نكملوا كيما رانا والله ما عجبكم الحال. قال ما عجبناش الحال زيد الفرمليه قال ماناش راضيين صح روحوا للمديرين تاع المستشفيات وليزيكونوم. واش قلتوا يا جماعه الاداري نتاع الصحات والمستشفيات الى اخره اولدي قالوا احنا الصباح يقولوا لنا مشيوا دروات العشيه يقولوا لنا مشيوا غوش من الوزاره ما لقيناش واش نديروا ما كانش برنامج وطني ما كانش مخطط لتنظيم صحة حقيقية للجزائر. أجمع القوم والفاعلون في القطاع الصحي شرقا وغربا وجنوبا وشمالا على أن الدار خالية. ما نكتبوا أولا الأمور ما يصالحة بالنسبة للقطاع الصحي في الجزائر هو شكون اللي يصلحها يصلحوها لي 15 سنة ما صلحوش ويحبوا 5 سنين أخرين باش يصلحوا. أنا ما نحكمش أنتم ما حكموا أنتم اللي جربتوا أنتم اللي عندكم مرضى خطر واش كاين خطرش عاهدت نفسي في الحملة الانتخابية هذه يفو بلاني تريو الشعب احنا ما نحرضوش ما نحثوش على التهجم وعلى الكلام البذيء. اذا بهدوء وطمأنينة وسكينة
نسخ الدروس. هذه الصحة قديش تعطيوا لها نوت؟ ما نقول لكمش نوسوم للدرني للكلاس في الصحة في العالم. هذه رأني باتفاق المذاهب الأربعة والله العشرين ما يهمناش. روح سيد المنظومة التربوية المدرسة هي كل شيء، هي الحاضر، هي المستقبل، هي التطور، هي كل شيء. باديس رحمة الله عليه لما يدش المدرسة، على أنا ديما نتكلم عن المدرسة الباديسية، لما يدش المدرسة يقول مدرسة التربية والتعليم، بدأ بالتربية ومن بعد راح للتعليم. كي يكون واحد عالم متعلم فاهم بزاف ومش متربي واش ديروا به؟ هي التربية هي كل شيء، التربية الساعة. إذا ما كانش التربية واش التعليم؟ كون عالم تعرف لا فيزيك نيكليير وتعرف الطيران وتعرف علوم البحر والإيكولوجي. بالصح أنت يا مليان بالفساد والمفسدات، كيفاش تطور مجتمع وتنظمه وانت مكسره؟ وبالتالي انا في البرنامج نتكلم عليهم بعد نجي. على كل حال نقول هذه الجزائر اللي لما المعلمين والاساتذه نتاعها يحتجوا على اوضاعهم السيئه والمترديه، المعلمين ما يسلكوش مليح، المعلمين ما ياخذوش حتى يشريوا كوستيم لنفوسهم في العام، المعلمين ما عندهمش الأولويات تاع النقل باش يتنقلوا المدارس، المعلمين ما عندهمش أولوية في السكن والإسكان، المعلمين ما يتمتعوش بالرسكلة وديمومة الرسكلة لأن العلم يتطور والبيداغوجية تتطور، المعلمين لما يجوا يحتجوا ويقولوا يا ولدي رانا معذبين في الأرض، واش يصير؟ يأسوا نقابة أو نقابات من حقهم، وأنا مع التعددية النقابية المطلقة. وش يصير؟ وش يصير؟ وش يصير لهم المعلمين؟ فإما الحوار والتشاور والتفاهم، يعني طاول في الحوار، وإما الزروطة وإما العصا، إما لا نقابل المعلمين تاع الجزائر اللي فيهم هذا تاع الثانوي والإكمالي والابتدائي environ 600 000 enseignants, je n'ai pas le chiffre exact, c'est plus 500 000. Donc, quand tu te dis que le chorta, le chorta barrière, le chorta m'amora, je ne sais pas. Les enseignants qui ont été élevés, ils 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 ont été élevés, يعني شر البرية ما يضحك. ما لقيت روحي نبكي، ما لقيت روحي نضحك. الدولة هذه اللي تعامل المربين مكوني جيل الغد، الرؤساء نتاع غدوة والمربين نتاع غدوة والضباط نتاع غدوة والعمال نتاع غدوة والجنرالات نتاع غدوة وكل المجتمع اللي يسير، هذو نعطيهم بالعصا. وين تروح الدولة هذه؟ مش تروح للواد؟ قولوا لي بكي هذه جاوبوني فيها، تروح للخير ولا تروح للهاوية؟ صح صح صح، يكفي هيك. صح صح ملا. إذن مشاهدينا كان هذا جزء من كلمة المترشح الحر لرئاسية 17 أفريل القادم علي بن فليس، الذي انتقد فيها الكثير من القطاعات، على منها قطاع الصحة وقطاع التربية بالجزائر. نذكر مشاهدينا الأكارم أن تلفزيون النهار منع من البث المباشر، لذلك سيتعامل مع كل هذه المواضيع والأحداث بمعالجة، وهذه الطريقة ستفقد أو تفقد الأخبار نقلها بآنية، لذلك تلفزيون النهار سيعاين هذه المواد ويعالجها ثم يبثها عليكم مسجلة. إذن مشاهدينا الأكارم، المزيد حول